ينضم إلينا من غزة المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا والمتحدث باسمها عدنان أبو حسنة. مرحبا بك أستاذ عدنان. أبدأ معك بجديد القطاع وما يجري فيه والأرقام التي بحوزتكم، خاصة مع الحديث عن أن يعني وإن كنتم بعيدين قليلا، ولكن موضوع الإشغال الصحي كذلك منظمة الصحة العالمية تحذر بأن ما يجري هو مأساوي. نعم، للأسف الشديد هذا هو ما يحدث، هي مأساة متدحرجة، حتى أن مفوض الأونروا وصفها بأنها تسونامي إنساني ما يحدث في قطاع غزة. أنا الآن أتحدث من أحد مراكز اللواء في مدينة رفح. هذا المركز به أكثر من 10,000، هو مفترض أن يتسع فقط لـ2,000 من النازحين. هناك موجات جديدة من النزوح من منطقة شرق خان يونس إلى من جغرافيا إلى جغرافيا. أستاذ عدنان إذا سمحت لي، إسرائيل تطلب من الغزيين، من أبناء قطاع غزة، النزوح جنوبا ومرة شمالا ومرة، يعني ما من مكان آمن. يعني بصراحة كما يعني أنا أشبهها بأنها غرفة 4×4 مساحة، وأنت تطالب أو تطلب من الساكن في هذه الغرفة أن يتجه إلى الشمال. الغرفة لها 4 اتجاهات، شمال وغرب، في النهاية هو بنفس المكان. يعني الآن طلب من الناس النزوح إلى جنوب قطاع غزة، من وادي غزة حتى رفح، والآن يطلب من الناس النزوح من الجنوب إلى الجنوب. يعني كيف يمكن أن يكون ذلك؟ عموما المئات من العائلات التي نزحت ليلة أمس باتت بالشوارع بصراحة على أبواب مراكز الإيواء، لأنه لا مكان لهم. الاصطفاف هائل، لدينا أكثر من 1,100,000 نازح في 156 مدرسة، لا يمكن على الإطلاق استيعاب المزيد. حتى أن مدراء مراكز الإيواء قالوا للناس تفضلوا، يعني إذا كان مكان لكم فتفضلوا. هم رأوا أن لا مكان لهم، لذلك فضلوا أن يبيتون في العراء، أو بدأ بعض في صناعة بعض الخيم البسيطة من الأخشاب وقطع من الغير متوفر. طيب أستاذ عدنان، كما تفضل. طيب أستاذ عدنان، الآن يعني باعتبار أن ما تتحدث عنه هو يعني منطقة ضيقة، وأنت شبهت هذه المنطقة بغرفة 4 أمتار ب4 أمتار. الآن يعني المدارس الأونروا، الأماكن التي هي تتبع للمنظمات الأممية، كذلك ما زال الضغط عليها كبير، ما زالت تستهدف رغم رفع العلم، علم الأمم المتحدة. نتحدث عن 80 حادثة أصيبت بها مراكز الأونروا، إما بإصابات مباشرة، منها 30 قصفت بطريقة مباشرة و50 بطريقة غير مباشرة. منها مركز المفوض العام للأونروا سيد فيليب لازاريني في غزة، والذي تدار منه عمليات الأونروا في الشرق الأوسط، في لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، خرج عن الخدمة. هذا المركز به حوالي 250 موظف لم يعد يعمل الآن. يضاف إلى ذلك أن هناك 218 نازح في مدارس الأونروا قتلوا، وإصيب حوالي 900 تقريبا. قتل لنا حوالي 111 موظف من موظفي الأونروا، وهو العدد الأكبر منذ إنشاء الأمم المتحدة حتى الآن. يقتل هذا العدد من الموظفين الأمميين، ونحن متأكدون أن الأرقام أكثر من ذلك بكثير في حال تم رفع الأنقاض والركام. وهذا يستغرق، لأنه لا أحد يرفع ركاما عن أحد في غزة، لأنه لا توجد لا معدات ولا بنى تحتية. هو مجتمع هش بتركيبته من حصار استمر أكثر من 16 عاما، كل البنى الصحية متهالكة. حتى أنا تفضلتم وتحدثتم عن الأمراض، يعني هناك ارتفاع بنسبة 4 أضعاف في الأمراض المعوية، 3 أضعاف في الأمراض الجلدية. ولكن تقاريركم غير دقيقة، تقاريركم غير دقيقة وهي يعني مجافية للحقيقة، هكذا تقول إسرائيل. أستاذ عدنان، سيدي نحن مسؤولون عن كل حرف وكل رقم
وهناك كلاستر أو مجموعة من كافة منظمات الأمم المتحدة تجتمع يوميا وتصدر هذه التقارير، وإذا كانت المعلومة تأتي من مكتب الإعلام الحكومي هنا في غزة نقول أنها تأتي من هناك أو من وزارة الصحة وهكذا. ولكن ما نحن نراه الآن في مراكز الإيواء على سبيل المثال، بدأت حالات الكبد الوبائي تظهر، وهذا شيء خطير للغاية. كل الظروف التي نعم تفضل أستاذ عدنان نسمعك. نعم، كل الظروف المهيئة لانتشار الأوبئة متوافرة، ونحن نقول مع دخول هذا الشتاء وغياب النظافة الشخصية، ازدحام هائل، أن الأمراض المعدية مثل الكوليرا على وشك الانتشار. طيب ماذا عن المساعدات التي تصل أستاذ عدنان إذا سمحت لي؟ تصلكم بعض المساعدات، تقومون بتوزيعها أنتم أو تشاركون؟ نريد أن نعرف كذلك يعني حاجية الناس. سيدي تصل، نعم، معدل دخول المساعدات في معبر رفح الأفرج يعني المتوسط منذ بداية التصعيد حتى الآن هو 50 شاحنة أو 55 شاحنة يوميا. كيف يمكن لنا أن نوزع 50 شاحنة على 2 مليون فلسطيني؟ كيف يمكن أن يكون ذلك؟ نتسلم المساعدات، نوزعها فورا، مياه عبارة عن بعض المعدات، بعض الأغطية في البداية، ولكن الآن لا وجود لها. نحن بحاجة إلى ملابس، نحن بحاجة إلى أن يدخل الوقود على الأقل 120 ألف لتر يوميا، حتى نشغل فقط محطات تحلية المياه، محطات الصرف الصحي والمشافي والمخابز وعمليات الأونروا والاتصالات. لا نتكلم عن خاص، لا نتكلم عن مصانع أو معامل أو سيارات خاصة، نتكلم عن خدمات أساسية من أجل إبقاء هؤلاء الناس أحياء. ونحن نقول أنه إذا لم يمت سكان غزة، وهذه هي المرحلة القادمة من القصف والتدمير، سيموتون من الأمراض، وهذا نحن نرى الانهيار الصحي على المستوى الفردي. عندما يكون في قطاع غزة الآن 170 ألف طفل لديهم التهابات رئوية والتهابات معوية، تتحدث عن 10% من السكان، 10% من السكان. عالجنا 650 ألف مريض منذ بداية الأزمة، هذا لم يحدث في تاريخ الأونروا. طيب ما الذي نسمعه بجانبك أستاذ عدنان؟ هذا عبارة عن عربات تجرها كارو على باب مراكز طيب. الإيواء. يعني حال الناس كذلك، يعني أنا باعتبار أن حالة حتى التسوق يعني هل ثمت شيء يشترى من الأسواق؟ يعني أسأل عن حليب الأطفال فيما إذا أنتم تراقبون، يعني عندما تتحدث عن 170 طفل. لا يوجد لا حليب أطفال، يعني أنا لا أقول لا يوجد، ولكن قد يكون موجود نسبة 5%. ولكن على سبيل المثال، أنا لا يمكن في مدينة رفح التي أتحدث منها الآن أن تجد زجاجة زيت واحدة، زيت طعام واحدة، غاز الطهي غير موجود. إذا وجد يباع، يعني الاسطوانة 12 كيلو من غاز الطهي تباع بحوالي 300 دولار، يعني من يملك هذا المال؟ لا أحد يملك. هناك ندرة هائلة، لذلك نحن طلبنا إسرائيل وقلنا لها أنه يجب فتح الممر التجاري، إدخال بضائع إلى قطاع غزة، ولكن بهذه الطريقة لو كنت تملك كل المال في غزة لا تجد ما تشتريه. نعم، وهذه معادلة خطيرة، ويعني وجدت في أماكن في يوم ما في عقد ما في رواندا حسب ما قال لنا زملاؤنا الذين عملوا هناك. نعم، شكرا جزيلا لك من غزة رفح على وجه التحديد المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا والمتحدث باسمها الأستاذ عدنان أبو حسنة.